السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. راح إن شاء الله يكون موضوعنا اليوم عن الفراولة، عن حجم الفراولة، أحجام الكبيرة اللي احنا وصلناها بفضل الله ثم بفضل تركيبات المحاليل الخاصة فيني أنا. طبعا حاولت أني أرفع نسبة البوتاسيوم قدر ما أستطيع، وتقريبا نسبة البوتاسيوم داخل المحدود، يعني داخل المسموح. كثير من الناس يقول انتبه لرفع البوتاسيوم، لا، أنا أقول له أننا البوتاسيوم الموجود في الخلطة هو داخل المسموح، لم أتجاوزه ولا لم أتجاوز النص المسموح. لكن ما شاء الله تبارك الله، خبر راح أطوف لكم إن شاء الله وبوريكم قياس نسبة الأملاح داخل النظام، نظام الجداري، وراح أوريكم نظام الأنابيب ونظام الدش باكت، وبوريكم الدش باكت الآخر نسبة الأملاح. تشوفون شكل ورقم يعني ما تعودنا عليه أبدا هذا الرقم. راح إن شاء الله أوريكم إياه الآن وأعطيكم إن شاء الله ما هو السر في الموضوع. كان أول لم نتجاوز 800، إذا تجاوزنا 800 سبب عندك احتراقات. لماذا الآن وصلنا هذا الرقم دبل وإلى الآن ما في أي احتراقات له؟ لكن خلي أشوف أوريكم الأحجام اللي كنا ما نشوفهن إلا في المشاريع، الآن صارت معانا يا الهواة. شوفوا الأحجام ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الحجم ما شاء الله، لا لابس من دسيس ترى طبعا. شوف الأحجام هنا، شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه ماني قادر أمسكها الحين. شوف ثلاث، وشوفوا هنا بعد واحدة هنا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كم أحجام، أحجام جدا جدا جميلة. راح طبعا مع السلة أنا راح أقطب حنا وياكم الموجود. هذه ما شاء الله تبارك الله، هذا في الأمام، يعني ما ندري عن الخلف وش فيه. طبعا أنا قطفت النظام الجداري على أساس أنه للبيت، البيت ما هم منتظرين التصوير، فقطفت هذا كله أمس واليوم ما خليت في شيء، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا نسبة الأملاح العالية جت متأخرة، فلذلك الزهرة اللي كانت سابقة قديمة يعني ما أخذت الحجم الكبير، لكن اللي فيها زهرة بدأت زهرة وبدأ النظام أو بدأ المحلول دخلناه على النظام، هذه أخذت أحجام كبيرة. طبعا تقول قبل شوي أنا خاطف للولد، لكن احنا نشوف الموجود ما شاء الله تبارك الله. نرجع ما شاء الله تبارك الله، الأحجام هذه أحجام جدا كبيرة، شوف أحجام ما شاء الله تبارك الله. خنروح الحين، طبعا خلصت ما في شيء، طبعا في أشياء بسيطة لا قيط في بالخلف، اعتقد انه فيه خلونا طبعا مرة ما نشوف، كنت انزل على اساس اني اشوفه، يعني هذه شفتها من بعيد ما شاء الله. خلونا نروح ناخذ القياسات نسبة البيت شواء البي بي ام، راح اقيس لكم الان هنا والفراولة هذه. شو ما شاء الله تبارك الله، كلها ما شاء الله تبارك الله، بدعا بدعا بدعا. والله ماني جالس الحق على الطماط لا من ناحية الانتاجية ولا من ناحية النمو، لكن خلونا نشوف. هذه من أثار ترقيد الطماط، لما يترقد الطماط لابد تخسر من الثمار. شوفوا الحين هذا، شوفوا شتلة الفراولة 1760 بي بي ام، والبي اتش
ننتظر لمن يثبت البيتش. يعني 6.15، يعني البي اتش من 6 إلى 6.5. وشوفوا كم الأملاح. خلونا ننتقل للأملاح الثاني. طبعا الأملاح هذا قبل شوي قصيته، أخذت قياس له، كان 1700 نفس هذا، فلذلك ما راح أقرأه هذولا، راح أقرأهم. هذا الجداري، هذا خزان الجداري، نشوف نسبة البي بي ام. شوف البي بي ام 1090. كذلك انا اخذت قياس الثنيات ذولا كلهم. وهذا طبعا هذا نفس الاول اللي تعديته ذا. خزان هذا، خلينا نشوف الخزان هذا كم قياسه. ألف ومية وثلاثين. خلينا طيب حنا الآن رفعنا البي بي امات، خلينا نشوف قلبه، قلب الشتلة هل في احتراقات. اذا في احتراقات معناته انه حنا خطأ في البي بي ام. شوف الان ما في اي احتراقات، خلينا نقرب لكم. ما قرب، خلينا نحاول نقرب لكم. شوفوها الآن، شوفوا هذه، شوفوا هذه، قلبها ما فيه أي احتراقات. هذه طبعا شفناها الحين سليمات. خلينا نروح نشوف اللي هو قلب، اللي هو قلب اللي نسبة أملاحها 1700، نشوف هل فيه احتراقات ولا لا. شوفوا قلبه ما في اي احتراقات. هذا القلب، هذا القمه الناميه ما في اي احتراقات. خلينا نشوف الثاني هل في احتراقات. شوفوها ما فيها اي احتراقات، هذه نسبه 1700 بي بي ام ولا فيها اي احتراقات. والنماء الخضري ممتاز والتزهير ممتاز. شوف التزهير حقها كم فيها زهره، 4 5 6 7 8 9 9 9 تزهيرات فيها. هذه الفراولة. هناك طبعا إن شاء الله راح أشرح لكم، إن شاء الله في عدة أمور راح أشرح لكم إن شاء الله مستقبلا، اللي هو طريقة تركيب النظام بستاندات الستيل، كذلك راح اشرح لكم ان شاء الله طريقة الخزان اللي اسفل النظام، يعني هذا داعم الى الخزان الثاني، راح اشرحه ان شاء الله باذن الله الايام القادمة باذن الله، راح اشرح لكم ان شاء الله باذن الله. هذا النعناع ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.